أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تركيا اليوم. تركيا اليوم، ما مدى التزام السويد وفنلندا بالاتفاقيات ومذكرة التفاهم، وما هي آخر التطورات والتداعيات المتعلقة بهذا الملف؟ تركيا اليوم، العملية العسكرية المرتقبة في الشمال السوري، وما علاقة ذلك بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى إيران بعد منتصف الشهر الحالي؟ تركيا اليوم كذلك، الانتخابات التركية، آخر التطورات والتحديات، واجتماع قادة الأحزاب المعارضة الستة. كل ذلك في حلقة اليوم من هذا البرنامج مع الدكتور يوسف كاتب أوغلو، الخبير الاقتصادي والمختص بالشأن التركي. أهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين والمستمعين. أسعد الله مساءك دكتور. كثير من الملفات الساخنة خلال هذا الأسبوع، كما قلنا أبرزها لعل وهو استكمال ما تحدثنا به الأسبوع الماضي عن فنلندا والسويد ومذكرة التفاهم، ما هو الجديد وما مدى التزامهم، لا سيما بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان أننا استلمنا من 3 إلى 4 أشخاص من المطلوبين من أصل 73 مطلوب، كما أشار كذلك إلى أن دخول الناتو أحيانا هي عملية تستغرق 2 عامين، يعني مشير إلى أن العملية قد تطول بالنسبة للسويد وفنلندا، ما هي آخر هذه التطورات؟ طبعا بداية يجب أن نقول بأن تركيا أثبتت للجميع من خلال إعطاء الضوء الأخضر لتوقيع مع توقيع مذكرة التفاهم بأن تركيا مع سياسة الباب المفتوح في منظمة الناتو، وأنها ليست ضد أن يكون هنالك انضمام لأعضاء جدد، شريطة أن يكون هنالك توافق مع مبادئ حلف الناتو، ومن أهم هذه المبادئ هو الأمن القومي المشترك. وبالتالي كيف يكون أن يكون هنالك دول تدعم منظمات إرهابية أو تقوم بالسماح لها بممارسة الأنشطة من تجديد وتمويل ودعاية إعلان وغير ذلك ثم تطلب أن تدخل الناتو؟ لذلك كانت تركيا محقة في قضية عدم الموافقة إلا بشروط. وعندما تمت كل من السويد وفنلندا بالالتزام والتعهد بشكل خطي ومكتوب بأنهم سيكونون ملتزمين بهذه المبادئ ومحاربة والاعتراف بأن البي واي دي والواي بي جي والبي كي كي وقصد وأي مسميات أخرى هي منظمات إرهابية، فسيكون ذلك من قبل تركيا الضوء الأخضر يتاح لانضمام هذه الدول. الآن نحن الآن في مرحلة التطبيق العملي لما تم التوقيع عليه، وتركيا تقول بكل صراحة، واليوم تصريح المسؤول الاتصالات في الرئاسة الجمهورية التركية السيد فخر الدين أورتون ماذا يقول؟ يقول الآن هذه الدولتان على المحك، والشعر الأساسية أو النقطة الأساسية هو تسليم المطلوبين لتركيا. هذه الخطوة العملية الأولى، هذه أهم خطوة. والآن 73 مطلوبا تم تسليم فقط 4 مجرمين أو متهمين أو إرهابيين إلى تركيا، والباقون هم الآن على المحك هذه الدولتان. هل سيقومون بتسليمهم أم لا؟ تم إرسال المذكرة الرئيسية صباح اليوم من قبل وزارة العدل التي تطالب بتسليمهم فورا للصدور بحقهم أحكام قضائية، وهؤلاء أتراك ومتهمين وجرائم تدينهم واعترافات عليهم، ويجب أن يكون هنالك مقاضاة لهم. هم ينعمون بكل أنواع الحرية وأن يعمون كل أنعام الإكرام في تلك الدولتين، وبالتالي الآن السويد وفنلندا على المحك تماما. إذا ما قام بتسليم المطلوبين فمعنى هذا التزموا بما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم، وإذا لم يتم تسليم هؤلاء تماما جميعهم 73 فهذا سيكون داعيا أساسيا للعودة إلى المربع صفر، ولن تسمح تركيا بأن يكون هناك انضمام، ولن توافق من خلال البرلمان. ومن خلال أنه لم يكن هناك التزام بهذه المذكرة. هل هناك أي مشيرات تشير مثلا إلى تباطؤ، أم فلنقل أنه طبيعي أن يستغرق هذا الوقت، يعني هل هناك أي مؤشرات إلى تباطؤ فنلندا والسويد أو محاولة، لأن أظن أن السويد أيضا تم هناك تصريح بأنهم ملتزمون بما تم الاتفاق عليه؟ يا سيدي، الغرب عموما وهذه الدول تحديدا دول الإسكندنافية دول باردة وتعاملهم بارد، والقضية عندهم هي التصريحات شيء والفعل شيء آخر، لذلك لا نعول على التصريحات. لذلك ما طلب هو أن يكون مذكرة مكتوبة موقع عليها، وهذا لا يكفي. ما الذي المطلوب الآن؟ الفعل.
التنفيذ على أرض الواقع. ولذلك علينا أن ننتظر، لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إلا من خلال تقييم الأفعال وليست الأقوال. ونحن الآن ننتظر، الآن الحكومة التركية ستنتظر، وزارة العدل، الخارجية، رئاسة الجمهورية ستنتظر إلى ما ستؤول إليه الأمور. اليوم كما أسلفت تم تسليف مذكرة الاعتقال من خلال الانتربول الدولي إلى تلك الدولتين. المفروض في خلال أسبوع حتى أقصى 10 أيام يتم تسليمه. إذا بالنسبة للبنود التي تم الاتفاق عليها، البنود العشرة، هل هناك ميزان زمني، خط زمني، خارطة زمنية لتنفيذها، أم هي متروكة لتقدير الدول؟ ربما هذا الأمر هو لم يتم ضبطه في فترة زمنية إلزامية، ولكنه على العموم يجب أن يكون قبل تصويت البرلمان التركي على هذه المذكرة، ويجب أن يكون ذلك. وإذا ما علمنا بأن البرلمان سيدخل في ما يسمى إجازة الصيف، يبدأ العام البرلماني في 11، فمعنى أنه لدينا تقريبا 2 إلى 3 شهور. في هذه الفترة كلا الدولتين على المحك الآن. نعم. في خلال هذين الشهرين يجب أن يكون هناك التزام حقيقي وإبداء حسن النوايا وتنفيذ، ليس بالضرورة كل المطالب العشرة، على الأقل يكون هنالك تسليم المطلوبين جميعهم، وهذا لا يلزم 2 شهر. نعم. يلزم أسبوع 10 هذا أيام. لا يحتاج إلى تسليم الوقت. صحيح. ثانيا أن يكون هنالك أهم نقاط منع الحملات الدعائية الإعلامية والتجنيد الذي يتم لصالح هذه المنظمات الإرهابية، وأنشطة التمويل المستمرة من خلال مسميات جمعيات إنسانية وخيرية وغير ذلك. هذا أيضا ليست بحاجة إلى سنوات. نعم. ولا شيء. هذه عبارة عن قرارات تتخذها الحكومة. يعني لا سيما كما ذكرت، يعني هذه الدول يجب أن تكون هي المعنية بتسريع العملية ما دامت هي حريصة على تسريع دخولها إلى الناتو. يعني إذا هي تأخرت هي التي ستكون متضررة بتأخير هذا الانضمام ووقوف تركيا عقبة في وجهها. تركيا يا سيدي هي لن تخسر شيئا. الآن هي دبلوماسيا مارست فن الممكن، فتحت المجال بشروط، إذا ما تم تنفيذ هذه الشروط فهم سيكونون في مأمن، إذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط فتركيا ستستخدم حق الفيتو أو المنع في دخول هؤلاء، ترشيح دخولهم إلى الناتو. هم عليهم أن يفكروا. نعم. هي مشكلتهم، يعني ما زالت الورقة بيد بكل تركيا. تأكيد بكل. نعم. تأكيد. لذلك هنا نقطة مهمة جدا، الذي يقول بأن تركيا تنازلت وأن تركيا الآن مقايدت وأن هنالك الآن صار اتفاقيات تحت الطاولة، لا اتفاقيات لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة. السياسة الخارجية التركية واضحة المعالم تماما، هنالك اتفاق بشروط، إذا ما تم الالتزام به فهذا سيكون له تأثير إيجابي في محاربة الإرهاب، وهذا المكسب الحقيقي لتركيا. لأول مرة سيتم الاعتراف بأن البي واي دي، وحدات حماية الشعب الكردية، والواي بي جي، القوات السورية الديمقراطية، وقصد وغيرها، منظمات إرهابية باعتراف الناتو. ربما هذا ما أشار إليه الرئيس رجب طيب أردوغان عندما قال من الآن لن يستطيعوا أن يأمنوا أنهم في دول أوروبا غير مصنفين على أنهم إرهابيين. نعم، وهذا أكبر نصر لم يتم تسليط الضوء عليه كما يجب. يجب أن نقول أكبر نصر من توقيع مذكرة التفاهم، تم الاعتراف أوروبيا بأن هذه المنظمات التي هي تعتبر الذراع السوري للPKK الذي هو حزب العمال الكردستاني المعروف أنه منظمة إرهابية أمميا وعالميا، الPYD والYPG وقصد وجميع مشتقات الPKK أصبحت الآن من خلال الضغط التركي بأنها منظمات إرهابية. وهذا أيضا نصر على الصعيد السوري ربما، أيضا بالنسبة لل الأخوة السوريين يعتبر أيضا هو يعني محل. هذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة، هذا نصر السور، هذه نقطة مهمة أريد أن ألفت النظر إليها. بعد هذا الاعتراف تركيا أجلت العملية العسكرية للشمال السوري لتأخذ هذا الزخم وهذا النصر، لأنها الآن تحارب مجموعات إرهابية معترف بها أوروبيا وعالميا. بالأول عام 2019 ما الذي حصل؟ نبع السلام. عندما بدأت تركيا نبع السلام في 2019 ثارت الدنيا وهاجت أوروبا والسويد نفسها تحديدا وفنلندا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية وأمريكا، وضعوا عقوبات على تركيا، عقوبات منع تصدير السلاح وقطع الغيار، لأن تركيا دولة معتدية وأن هذه البي واي دي والواي بي جي عبارة عن منظمة إنسانية يجب أن لا تحارب، هؤلاء مساكين، هؤلاء حمائم سلام.
بينما كانت تركيا تحارب منظمات إرهابية مسلحة، عصابات مسلحة، ميليشيات مسلحة، لا فرق بينها وبين داعش، وتهدد الأمن القومي، وتقتل الجنود الأتراك، وتهدد الأمن الداخلي، كيف لا يحارب؟ من هم هؤلاء؟ جميل. إذن سيكون هناك تأثير أيضا لهذا القرار ولهذه المذكرة التفاهم، تأثير على تعزيز وتقوية العملية العسكرية، وهذا أيضا محور من محاور حديثنا اليوم. لذلك بعض الناس يتساءل، يا أخي منذ شهور شهرين ونحن نسمع الرئيس أردوغان يقول عملية عسكرية، إلى الآن لا عملية عسكرية ولا شيء، لماذا هذا التأخير؟ هذا التأخير من أجل المكاسب الدبلوماسية. جميل. التي يتم جنيها الآن وقطف ثمارها من خلال الخارجية التركية. الآن الموقف التركي أقوى، الآن لديه قوة ما هو محاربة منظمات إرهابية لهذه الجماعات والميليشيات التي تعتبر نفسها بأنها هي حمائم سلام. الآن اعتراف دولي تم الآن بأنها إرهابية. بأنها إرهابية، وبالتالي يحق لتركيا، ولا أحد يستطيع أن يعني يجرم تركيا أو يقوم بانتقاد تركيا لماذا تحارب هذه الجماعات. هذا أولا. ثانيا، جميل، هذا النص الدبلوماسي سينعكس بشكل أكبر على إضعاف هذه الجماعات. هذه الجماعات كانت تستمد المال والجنود والإعلام وغيرها من هذه الدول، السويد، فنلندا، الإذاعات، التلفزيون، السوشيال ميديا، ألمانيا، فرنسا. الآن لا يستطيعوا ذلك الآن بسبب تجفيف لمنابع الدعم. تجفيف، وهذا أيضا مصر غير مباشر، هذا سيصب في مصلحة الأمن والاستقرار ودعم تركيا في محاربتها للإرهاب. جميل دكتور، يعني لو وقفنا فقط عند البند تسليم المطلوبين 73 مطلوب تسليمهم إلى تركيا، ماذا ينتظر هؤلاء؟ وماذا يعني الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال أننا نطالب بإعادة عقوبة الإعدام، هل هناك ربط بين ما قاله الرئيس وبين هؤلاء؟ يعني هل هو طالب بذلك لأجل هؤلاء؟ طبعا لابد أن نقول بداية بأن عدد الذين سيسلموا هم موزعين بين مطلوبين، منهم من هو مطلوب لحزب العمال الكردستاني الإرهابي البيكاكا، وهي منظمة إرهابية باعتراف الأمم المتحدة والعالم، ومن هم أيضا مطلوبين لتورطهم لأنهم منتسبين إلى جماعة فتح الله جولان الإرهابية. نعم. المسؤولة عن أحداث 15 تموز، محاولة الانقلاب الفاشل الآن على أعتاب يوم في 2016. نعم. ولا ننسى 253 شهيد، 2197 جريح، وترويع الملايين وخسائر بالمليارات جراء محاولة الانقلاب الفاشل. وفتح الله جولان الداعم الأساسي لهم بعد أمريكا هذه الدول. نعم. هذه الدول تدعمهم بالإعلام والمال، بل حتى اليونان هي الآن تأوي الذين فروا 27 عنصر إرهابي الذين كانوا يخططوا لاغتيال أردوغان في مرمريس. هؤلاء الكوماندوز الذي نزل لمحاصرة قصر الرئيس في مرمريس الليلة 15 تموز، والرئيس خرج قبل ربع ساعة فقط. نعم. من اقتحامه من القصر، وقاموا بقتل حارسين من حراس الرئيس مباشرة في مرمريس، استشهدوا، ومربية القصر خادمة، وكان الله عز وجل قدر أن يعني ينجي الرئيس، يكون قد خرج قبل. وهؤلاء عندما انتبهوا بأنهم فشلت المحاولة الانقلاب إلى أين هربوا؟ إلى اليونان. الآن تركيا تطالب اليونان منذ 7 سنوات، منذ 6 سنوات، واليونان لا تسلمهم. تقول لك أن تركيا دولة ديكتاتورية، وهؤلاء إذا ما تم تسليمهم سيتم إعدامهم. طب ما هؤلاء إرهابيين. يعني أي دولة في العالم الآن يعني كانوا يخططون لجريمة لقتل الرئيس، رئيس النظام الديمقراطي. لذلك نقول الآن نعم، من المطلوبين الآن الموجودين سواء لبيكاكا منتمين أو منتمين إلى منظمة جولان الإرهابية، 73 في كل من فنلندا والسويد يجب تسليمهم للقضاء التركي. هؤلاء أتراك ومتهمين في جرائم قتل، منتمين لمنظمات إرهابية قتلت وروعت، ومحكوم عليها بالقتل، ومحكوم عليها أيضا بالقضاء التركي. لماذا يتم تسليمهم؟ لماذا التأخير؟ الآن تم التوقيع، قالوا نعم سنسلم المطلوبين. الآن لغة جديدة سمعت من بعض القنوات الأجنبية وليس التركية أو العربية. نعم. التابعة لأوروبا ماذا يقول؟ وخاصة دعنا أعطيك الاسم، القناة الفنلندية تقول نعم نحن سنسلم، ولكن لن نسلم من حصل على الجنسية الفنلندية، ولن نسلم من هو تحت الحماية الفنلندية، ولن نسلم من هو يعتبر بالنسبة لم يرتكب جرائم في فنلندا فهو ليس مجرم.
يعني هذا تلاعب على الاتفاق. وهذا هو الاتفاق. إذا نعود إلى الجملة الأولى، الآن فنلندا والسويد على المحك. إذا ما تم تسليم كامل المطلوبين فمعنى أن هنالك الأمور ستمشي في السياق المتفق عليه. إذا لم يتم تسليم وتحت 100 خط كامل المطلوبين فمعنى أن هنالك ستكون مشكلة، وتركيا لن توافق على انضمام هؤلاء إلى الناتو. إذا هذا الملف يعني ينتظر الكثير كما قلت من التقييم لهذا الملف. الآن كما ذكرت يعني ندخل في المحور الثاني وهو محور العملية العسكرية. ذكرت أنت أن هذا الاتفاق وهذه مذكرة التفاهم تعزز من العملية العسكرية التي تم الحديث عنها منذ أشهر ربما في الشمال السوري، وأيضا يعني تحدثنا عنها معكم في وذكرنا المناطق التي ستستهدفها هذه العملية في تصريح جديد للرئيس رجب طيب أردوغان يقول أن هذه العملية ستكون أكثر مما تم الحديث سابقا عنها، يعني فوق ما هو متوقع. ما هو المتوقع في هذه العملية العسكرية؟ إلى أين وصلت هذه الاستعدادات؟ إذا سمحت لي أن أقوم بإعطاء توطئة أو مقدمة لما يتم التحديد له في هذه المنطقة الساخنة. جميل. يا سيدي، شمال سوريا هو جزء من مخطط إقليمي بل عالمي لإنشاء دولة كردية، جزء من دولة كردية كبرى اسمها كردستان الكبرى، تشمل شمال وشمال شرق سوريا، تشمل شمال وشمال غرب العراق وجنوب شرق تركيا. نعم. وهذه كردستان الكبرى أنصح الإخوة المستمعين أو أن يفتح فقط على جوجل ويكتبوا كردستان الكبرى أو يكتبوا في نيوزويك كردستان فيجدوا الخريطة مرسومة كيف أنها تقطع هذه الأجزاء من الأراضي من الدول الثلاث. إذن هنا نحن أمام مخطط اسمه تفتيت المفتت وتقسيم المقسم. قبل 100 عام استخدمت القومية العربية لتفتيت الإمبراطورية العثمانية واستخدموا القومية العربية وأمة عربية واحدة، يعني حتى القومية العربية ثم استخدمت قوميات مجزأة منها لقسمنا الوطن العربي بنفسه. نعم. يعني تقسيم المقسم كما ثم قسموا المقسم بين ما يسمى دول ودويلات مختزلة، هذا سوري وهذا عراقي وهذا سعودي وهذا قطري. الآن يتم تقسيم هذه المقسمات وهذه الدول وفق العرقية الكردية، وبالتالي تجد التركيز تماما. بدأت هذا المخطط في الثمانينات عندما كان هنالك أنشأ البيكاكا، والبيكاكا هو حزب شيوعي ليس له علاقة بالأكراد بشيء. وعبد الله أوجلان وهو كان يدرس في كلية التاريخ في أنقرة هو الذي أسس ما يسمى وحدة الطلاب الشيوعية في 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 أنقرة، وهو مشروع أمريكي، هو مدسوس من قبل أمريكا ومتعوب عليه من قبل أمريكا. وعبد الله أوجلان كان دائما يرعى بالعناية الأمريكية في ويدرب في سهول البقاع في سوريا، ثم تم إخراجه بناء على اتفاقيات إقليمية معينة، ثم تم تسليمه إلى تركيا واستعاضوا عنه بعوض عن فتح الله جولان، سلموا عبد الله أوجلان وأخذوا فتح الله جولان إلى أمريكا. المهم القضية هنا أتكلم عن المخطط في تلك المنطقة، تقسيم كل من سوريا والعراق وتركيا على أساس إثني أو على أساس عرقي كردي. إذا ما نجد الآن؟ نجد التالي، الآن ما يتم الحديث عنه من شيء اسمه الإدارة الذاتية روجافا. ما هي روجافا؟ يقول لك روجافا هي سوريا المفيدة للأكراد، الأكراد لهم حق تقرير المصير، الأكراد مضطهدين، الأكراد والأكراد وشرق الفرات الآن بالمطلق وهي الأراضي الغنية بالنفط، دير الزور، بوكمال، الغنية بالزراعة، أكبر ما يسمى جرف زراعي موجود في سوريا في تلك المناطق، والغنية بالمياه فيها نهر الفرات ونهر دجلة. يقول لك روجافا، طيب ما المطلوب؟ أمريكا 22 قاعدة عسكرية موجودة في سوريا، ماذا تعمل؟ يقول لك من أجل محاربة داعش. طب إذا بدك تحاربي داعش لماذا تبني قواعد عسكرية ولا تتعاملي مع تركيا؟ أنت أمريكا تزود البي واي دي والواي بي دي بالأسلحة. طيب هنالك مشروع ما يسمى إقامة كوريدور إرهاب، كوريدور على أساس عرقي كردي شمال سوريا جنوب تركيا. هذا الكوريدور أو الممر هو على طول الحدود 911 كيلومتر بين سوريا بين تركيا جنوب تركيا وشمال سوريا. ما الهدف منه؟ الهدف أن يكون هنالك
مخرج للدولة الكردية على المياه الدافئة في البحر المتوسط. وبالتالي كردستان الآن في شمال العراق هي الآن أصبح كيان شبه منفصل. حاولوا قبل 4-5 سنوات إعلان بناء على استفتاء، مسرحية الاستفتاء المحلي للاستقلال والانفصال، تركيا عاقبتهم وأغلقت المجال الجوي والحدود البرية والبحرية والجوية، فتم العدول عن هذا القرار. من كان داعم إعلان كردستان في شمال العراق؟ فقط إسرائيل. الآن نتكلم عن أمريكا، تقول لك روجافا وكردستان إقليم ذاتي، إدارة ذاتية، هذول مساكين فيجب نعطيهم حق الإدارة الذاتية في شرق سوريا وفي شمال سوريا، ولكن الهدف ليس ذلك. هل تدري يا سيدي أكبر نسبة من الأكراد في تلك المنطقة أين موجودة؟ موجودة في تركيا. لدينا أكثر من 21 مليون كردي في تركيا، كردي في تركيا، ربع السكان في تركيا، والأكراد في تركيا هم مواطنون أتراك. لدينا من السياسيين والدبلوماسيين ومن حتى بلعلي يلدرم رئيس الوزراء السابق من أصول كردية من منطقة أرزنجان. لدينا بعض الأكراد في أجهزة حساسة في الدولة. ليس عندنا مشكلة مع الأكراد، الأكراد كالعرب كالأتراك الكل سواسية تحت القانون. يعني هي أوروبا التي لا تقوم على أساس عرقي تريد أن تعزز، خلينا نقول، التقسيم العرقي في بلادنا، وهذا الأمر مؤسف. دكتور أستميحك عذرا بفاصل قصير، نقف هنا قبل التوطئة، بعد الفاصل نعود إلى ذكر استراتيجية هذه المنطقة وصولا إلى العملية العسكرية المرتقبة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا في تركيا اليوم، ومع محور العملية العسكرية التركية المرتقبة في الشمال السوري. دكتور يوسف أهلا وسهلا بكم مجددا. إذا كنت تتكلم لنا عن واقع هذه المنطقة، عن مشروع كردستان الكبرى ومخططات الغرب لتقسيم هذه المنطقة على أساس عرقي إثني، وذكرت كذلك أن هناك ربع الشعب تركي هو كردي العرقية، ونتحدث عن 21 مليون في هذه المنطقة التي يخطط لإقامتها. طبعا يجب أن نقول بأن القضية أكبر من ذلك بكثير، ليس فقط هو التقسيم، وإنما أيضا المخطط الآخر والتي تعيه تركيا تماما هو فصل تركيا عن انتمائها إلى الدول العربية من خلال هذا الإقليم الإرهابي على أساس كردي. منع الآن التواصل مع كل الدول العربية من أين يتم؟ من الحدود الملاصقة لسوريا التي تعتبر بوابة إلى بقية الدول العربية. الآن إذا ما تم انفصال شمال العراق ككردستان، دولة كردستان أحاطت بشرق تركيا مع الشمال الشرقي لسوريا مع هذا الإقليم، تم عزل تماما تركيا عن تواصلها الإقليمي مع الوطن العربي. وهذا ما يراد دائما الفصل بين تركيا كقوة متنامية كبيرة ولاعب أساسي وإسلامية مهمة في المنطقة، وبين البعد الإسلامي العربي الموجود في الدول
المجاورة الأخرى. يعني هو استهدف فصل جغرافي بعد أن عملوا لسنوات طويلة على فصل ثقافي أيديولوجي وغير نعم. ذلك. وبالتالي الرئيس أردوغان عام 2015 في أحد التصريحات وكنت أنا حاضر في ذلك الاجتماع قال لن نسمح لهم بهذا المخطط. 2016 حاولوا من خلال في جماعة فتح الله جولان الإطاحة بالنظام الديمقراطي واغتيال الرئيس أردوغان، ونحن على أبواب الذكرى الآن السادسة لمحاولة الانقلاب واغتيال الرئيس من خلال ثلاثة عمليات دبرت بليل، ولكن ومكروا ومكر الله. وبعد ذلك بدأت الآن المكائد تكاد على تركيا، سيطرة تركيا والاقتصاد والهجوم على تركيا من أجل إسقاط الحكومة التي هي لن تسمح من أن يكون هنالك كيان إرهابي في على الحدود المشتركة التركية السورية، ولن تسمح بالتأكيد بعد محاولة الانقلاب الفاشل. بعد محاولة الانقلاب الفاشل قامت تركيا باتخاذ قرار خطير، ألا وهو العملية العسكرية الأولى درع الفرات في شهر أوغست من عام 2016 بعد 40 يوما من محاولة الانقلاب الفاشل، وكانت هذه مفاجأة للجميع. وبعدها مباشرة كانت هنالك وس الزيتون، وبعدها نبع السلام، وبعدها درع الربيع. الآن نرى إلى الآن ما تزال الوعود التي وعدت من قبل الدول الإقليمية والفاعلة والموجودة في الشمال السوري هي كل من روسيا وأمريكا، وتم توقيع اتفاقيات مع تركيا في عام 2019 عند بعد نبع السلام، تعهدت كل من أمريكا وروسيا بأن سيتم انسحاب الواي بي جي والبي واي دي بأسلحتهم إلى ما بعد 30 كيلومتر، وهي المسافة الدولية المتفق عليها في المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة. يجب أن يكون هنالك منطقة أمنية 30 كيلومتر لحماية الأمن القومي للدول المجاورة. لكن لم يحدث هذا الانسحاب. لم يتم أبدا، بالعكس 83 ألف شاحنة محملة بالأسلحة رصدتها المخابرات التركية سلحت بها الواي بي جي والبي واي دي. بل دعني أعطيك أكثر من ذلك، هنالك الآن مستودعات تحت الأرض تم تثبيتها، وهذه المستودعات عبارة عن مخازن إسمنتية بإشراف وإنتاج مصانع فرنسية، ولن أعطي اسم الشركة الفرنسية، هي التي دعمت البي واي دي والواي بي جي في إنشاء مخازن ضخمة للأسلحة تحت الأرض على الحدود المتاخمة الشمال السوري جنوب تركيا. لذلك الرئيس أردوغان قال سنقطع حبل سرتنا بيدنا، لن ننتظر لا أمريكا ولا روسيا، تركيا دولة ذات سيادة يا سيدي، وإذا ما قالت فعلت، وإذا ما وعدت نفذت. فالآن العملية العسكرية الخامسة، يعني لم تعد العملية العسكرية ترف بالنسبة لتركيا، بل هي حاجة وملحة، ضرورة قصوى، لأن الأمن القومي التركي هو المهدد، لا توجد هنالك إمكانية. طبعا يد على الطاولة ويد على الزناد، إذا ما أردت السلام عليك أن تستعد الحرب، إذا ما أردت أن تنتصر عليك أن تكون، لا يكفي أن تكون صاحب حق، عليك أن يكون لديك القوة لتحمي هذا الحق، وبالتالي يجب أن تكون أنت على الأرض. والآن تركيا تقول نعم العملية العسكرية الخامسة على الأبواب، ربما سنأتي منتصف ليلة ما ليكون هنالك استئصال لهذه البؤر الإرهابية، تحديدا في تل رفعت، تحديدا في منبج، تلك المدينتان التي تم تثبيت من خلال الاستخبارات التركية واستطلاعات الطائرات المسيرة الإيها والسيها وغيرها بأنها أصبحت مخازن وأوكار لهذه المنظمات الإرهابية، التي اعترف العالم قبل أسبوع بأن هذه منظمات إرهابية وعلنت محاربتها. دكتور، هذه العملية العسكرية الخامسة كما تفضلت، يعني لو عدنا قرين لوراء وتكلمنا، هناك أربع عمليات عسكرية سابقة، هل ستكون مختلفة من حيث أنها لن تتوقف قبل أن تحقق هدفها الكامل؟ هل ما هي التحديات التي قد تواجهها وتجعلها مثلا تكون نصف مكتملة أو غير ذلك؟ نعم، هي ستكون مختلفة عن سابقيها من العمليات العسكرية، وسيكون الاختلاف نوعي ومميز. وضعني أعطيك بعض المعلومات. جميل. لأول مرة هنالك تم التفاهم التركي الروسي في إفساح المجال للطيران التركي أن يدخل في هذه العملية، وسيستخدم ليس فقط ما يسمى الاجتياح البري وليس فقط المسيرات، بل أيضا الطيران التركي،
وهذا طبعا بسبب نجاح الدبلوماسية التركية الروسية في هذا الموضوع، وبالتالي هذا سيعجل في أن يكون هنالك إصابة الأهداف بشكل دقيق وتقليل الخسائر البشرية في الجيوش في صفوف الجيش التركي والجيش الوطني السوري. هذا أولا. ثانيا هنالك أيضا المميز في هذه العملية أنها ستكون شاملة، لأن هنالك حجم الأرتال وحجم المركبات وحجم العداد والعدة تم تجهيزها بأسلحة ثقيلة بأسلحة كبيرة، بمعنى لا عودة إلا بعد الإنهاء المدة الإنهاء وما يسمى تحييد كل الأهداف إصابتها بالكامل. جميل. وبالتالي المنطقة المستهدفة نتكلم عن تقريبا 2500 كيلومتر مربع مساحة، وهذه ستشمل ربما بداية نتكلم عن بنبش التي تحمل أهمية قصوى، وهي تبعد فقط 17 كيلومتر عن الحدود. نعم. يقال لك كيف تدخل القوات التركية قوات احتلال، كنت في أحد البرامج قبل يوم أو يومان ويقول التركي دولة محتلة وهي ستريد أن تدخل إلى أعماق سوريا، وسوريا دولة ذات سيادة. أي سيادة يا سيدي؟ لا توجد سيادة. الذي الآن يسيطر على الحدود المشتركة هي ميليشيات. نعم. إرهابية مسلحة. أي دولة في العالم يكون هناك حدودها الحدود مهددة من قبل عصابات وميليشيات لا يمكن التفاهم معها، لا يمكن أن ترضى بذلك، وإلا لا يوجد أمن قومي ولا يوجد سيادة. ما تقوم بتركيا هو في صلب القانون الدولي المادة 51 وفي صلب اتفاقية أدنى عام 98-99، وتركيا عازمة على استئصال ليس فقط الهجوم وتنظيف وإنما استئصال كل النشاطات الموجودة وتدمير كل المخابئ والأوكار والأسلحة الموجودة. وروسيا وأمريكا هما اللتان لم يلتزما بما وعدتا من إخلاء هذه المنطقة. نعم. وبالتالي ستقوم تركيا بما فشل به الآخرون. طيب دكتور، هل هناك ما هي التحديات التي تواجه تركيا لتحقيق ما ذكرت من أهداف خلال هذه العملية؟ يعني تحديات دولية، ما الذي يمكن أن يقف في وجه تركيا أو يعرقل خطتها لهذه العملية؟ هنالك مع الأسف ما يسمى لعبة التوازنات الدولية والإقليمية من خلال الدول الفاعلة إيران أمريكا روسيا، فبالتالي لأجل محاولة ثني تركيا عن هذه العملية أمريكا أو روسيا حتى بل حتى إيران تم الضغط على النظام بأن يتحالف مع قسد، يعني نسقوا مع بعض، وهذا كاجتماع المتضادات. نعم. أو الأضداد، يعني النظام الذي شبح وقتل في الأكراد في الجزيرة وفي شرق سوريا يتم الآن الطلب منه أن يكون هنالك رفع العلم السوري على الحدود المشتركة، إظهار بعض الجنود من النظام السوري لكي إعطاء الشرعية أن الحكومة السورية هي المسيطرة على هذه المناطق. وهذه أكذوبة، هذا ضحك على الذقون، الكل يعلم بأن هذه المنطقة سلمت إلى قسد. أمريكا تريد تأسيس كيان انفصالي، إدارة ذاتية، روجافا، مظلوم كوباني، يتم التحضير لعمل تماما هو استنساخ لما تم عمله في شمال العراق من أجل أن يتم ذلك مستقبلا في تركيا. لن تسمح تركيا بذلك، تركيا تعلم تماما المخطط وما يتم استهدافه، ولن يكون هنالك أي تعديل في ضمان الأمن القومي التركي. هذا أولا. ثانيا يا سيدي أنا أستغرب كمان، يعني الميليشيات الإيرانية ماذا تفعل في الشرق السوري؟ الميليشيات الإيرانية يعني ما دورها؟ هل هنالك حدود مشتركة إيرانية مع سوريا؟ يعني هذا ما يدحض فكرة السيادة وفكرة لا سيادة موجودة. أصبح الشمال السوري هو مستباح لكل من هب ودب، هنالك مصالح، المصالح لكل من إيران لديها فكر أيديولوجي التشيع هنا وهناك، وتريد أن يكون هناك الهلال الشيعي الذي حذرت منه الأردن قبل 15 عاما، الآن يظهر بقوة، إيران العراق سوريا لبنان، والآن ما يراد الآن تأطيره بشكل حقيقي. روسيا لديها مطامع فيما يسمى الوصول للمياه الدافئة في شرق البحر المتوسط. نعم. والقواعد حميميم وطرطوس وغيرها. أمريكا الآن هي التي تسيطر على منابع النفط في دير الزور وفي الحسكة وفي البوكمال، وهي التي أوجدت داعش وهي التي تدعم داعش، ثم يقال لك بأن أمريكا تدعم البي واي دي والواي بي جي لأن هؤلاء أبطال يحاربون داعش.
طب بالمنطق تركيا ثاني أقوى جيش في الناتو يا أمريكا، أنت أقوى جيش في الناتو وتركيا ثاني أقوى جيش في الناتو، لماذا لا تتحدي أنت وتركيا لمحاربة داعش؟ صحيح. وترامب خرج وقال لقد قضينا على داعش وسننسحب من العراق لأن داعش انتهت. طب لماذا لم تنسحبي من سوريا؟ إذن المهمة لم تنتهي بعد، تسليح هذه المجموعات الإرهابية مستمر والتهديد على تركيا مستمر، ولن يزول ذلك إلا بهذه العملية العسكرية. التطورات أو ربما التداعيات هي بالعكس إيجابية لصالح تركيا. النشاط الدبلوماسي الذي قام به مولود شاوش أوغلو وزير الخارجية التركي باستضافته لوزير الخارجية الإيراني في الأيام الفائتة، تصريح وزير الخارجية الإيراني قال نحن نتفهم المخاوف التركية بسبب الإرهاب الموجود على حدودها، وهذا تصريح خطير. وبالتالي تعتبر خطوة إلى الأمام هذه. وهل يمكن أيضا أن نقرأ في ذات السياق زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى إيران في 19 تموز؟ هل يمكن أن تكون جزء من تفاهمات على هذه العملية نعم، يعني هذا محور أساسي بالنسبة إلى تركيا. يا إيران عليك أن لا تكوني خصما ضد تركيا، ألا تصطفي مع هذه المجموعات أو هذه الميليشيات وحدات الشعب الكردية والبي واي دي والواي بي جي وقسد وغيرها. يا إيران لا تنسي أن لدينا حدود مشتركة ومصالح مشتركة ومنافع متبادلة، والمفروض أن يكون هنالك على الأقل الحياد، لا تدعمي هؤلاء ولكن ابتعدي عن هذا. تركيا لم تطبق الامبارغو او الحصار الاقتصادي التي فرضته امريكا على ايران، تركيا كانت منفذا حقيقيا بالغذاء والدواء لايران، اذا عليك يا ايران الا تعادي تركيا والا تدعمي من يحارب تركيا، هذه رسائل تركيا نعم الى ايران. هذا واحد. نعم. روسيا بالمقابل، روسيا الان في وضع حرج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الحصار الأوروبي والضغط الأوروبي والأمريكي عليها ماليا واقتصاديا وعسكريا، المنفذ الوحيد هو تركيا. وبالتالي بالإضافة إلى العلاقات المتنامية في موضوع الطاقة، السيل التركي، الصناعات الدفاعية، قضايا مشتركة. لذلك روسيا الآن لديها مصلحة، والآن صرح لافروف بكل أريحية نتفهم أيضا المخاوف التركية، وتركيا لها الحق في أن تدافع عن أمنها القومي. جميل. إذن هنالك تفاهمات ليس تداعيات. تركيا كما أسلفت إذا ما أرادت السلام عليها أن تستعد للحرب، وإذا ما أرادت الحرب عليها أن تكون يد على الطاولة ويد على الزناد، وهذا كله لا تنازلات إذا ما كان الأمر يتعلق بالأمن القومي التركي ومصلحة تركيا. إذا زيارة الرئيس لإيران تأتي في هذا السياق بشكل أساسي، هل هناك أبعاد أخرى للزيارة أم هو هذا المحور الرئيسي؟ هنالك من يدعي ويقول بأن زيارة الرئيس، بالنسبة بالمناسبة زيارة الرئيس أردوغان ستكون فقط هي يوم واحد. نعم. هي زيارة قصيرة لتوصيل رسالة معينة قبيل العملية العسكرية التي من المتوقع أن تكون بعد عيد الأضحى مباشرة، وهذه معلومة. نعم. يعني نتكلم عن فقط عدة أيام، وبالتالي هذه زيارة مهمة، ربما مع يعني احترامي لهذه الكلمة تحذيرية لإيران. نعم. يعني إعطاء أنه الضوء الأصفر، احذري يا إيران، لا نريد الصدام، نحن سنقوم بعملية عسكرية لحماية أمننا القومي، نحن المعنيين بما يحدث في شمال سوريا، ميليشياتك الموجودة في الشمال السوري إما أن تتلحى جانبا وإما لست مسؤولين عما سيحدث من مآلات ونتائج جراء هذه العملية العسكرية. وهذا بالمقابل ما تم أيضا ذكره للأمريكان، أمريكا بالمناسبة هي ضد هذه العملية العسكرية، تحاول أن تخاطب تركيا، تحاول أن تفني تركيا عن هذه العملية العسكرية، إما يحاول إغراءات F-16 ما F-16 أو من خلال بعض المقايضات التي تم ذكرها أثناء لقاء الرئيس أردوغان مع بايدن على هامش قمة الناتو. ولكن لا يبقى الأمن القومي هو لا, لا, لا تنازلات في هكذا قضايا. وبالتالي العملية العسكرية ماضية إلا في حالة واحدة، وهذا طبعا سيكون نصر كبير أيضا للدبلوماسية التركية، إذا ما سارعت كل من أمريكا وروسيا بسحب هذه القوات إلى ما بعد 32 كيلومتر. نعم، يعني تكون تحققت الهدف. وليس هذا فقط، الحاجة إلى وتسليم المخازن والأوكار
والمخابئ والمستودعات والأسلحة الموجودة فيها بالكامل إلى تركيا. هذا هو الشرط التركي المطلوب تنفيذه. ولكن كبديل عن العملية. نعم، لكنه غير متوقع. غير متوقع ذلك. إذن هذه هي العملية العسكرية. أيضا دكتور، نخرج إلى فاصل قصير أعزائي المتابعين، بعد ذلك إلى الانتخابات، آخر التطورات والتحديات واجتماع قادة المعارضة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. بالهم بنطلب رزقتنا والأمل بيرسم خطوتنا وحياتنا أفراح وسعادة حب وراحة فال وإرادة ونخلي الأيامنا معنا مسك الفرحة اللي بتجمعنا. أهلا وسهلا بكم مجددا في تركيا اليوم والانتخابات التركية المرتقبة في عام 2023، ما هي آخر التطورات؟ دكتور يوسف، ملف كما ذكرنا في الحلقة الماضية ربما سيبقى غالبا مستمر على مدار عام كامل، دائما سيكون هناك مفاجآت وتطورات متعلقة بملف الانتخابات. عام لن يكون سهلا وسيكون مهم جدا في تركيا وفي تاريخ تركيا، لا سيما أنه يوافق الذكرى 100 لتأسيس الجمهورية التركية، مما يكسب هذه الانتخابات زخما إضافيا ومهما. ذكرنا في الحلقة الماضية أن المحافظة على القمة أحيانا تكون أصعب من الوصول إليها، وهذا تحدي جديد أمام حزب العدالة والتنمية الذي ما زال منذ أعوام وأعوام يحافظ على الفوز بكل الاستحقاقات الانتخابية التي يدخل إليها. ما هي أبرز هذه التحديات؟ ربما المرة الماضية تكلمنا عن شيء عن الملف الاقتصادي وقلنا أنه التحدي الأبرز، المعارضة كأحد التحديات، المعارضة، اجتماع قادة الأحزاب الستة، لا سيما أن هناك اجتماع قد جرى قبل أيام في 3 تموز بقيادة الأحزاب الستة. ماذا جرى؟ يعني لو بدأنا بهذا الاجتماع، ماذا جرى؟ ماذا كان مفردات هذا الاجتماع؟ طبعا نحن الآن نعيش، نبدأ بالعد التنازلي للانتخابات القادمة التي ستكون في منتصف شهر حزيران من عام 2023، وهذا الوضع الطبيعي في كل الدول ذات النظام الرئاسي. نرى الآن هنالك ما يسمى تحالف المعارضة، وهذا تحالف المعارضة سببه الرئيسي نتكلم بصراحة هو مخطط أمريكي الذي كان بايدن ينادي به، يجب علينا، يجب على المعارضة في تركيا أن تسقط أردوغان وأن تتحالف فيما بينها. وبالتالي الكل يعلم بأن هؤلاء الأحزاب، ولو سميها بين قوسين باستثناء حزب المعارضة الرئيسي الجهب الشعب الجمهوري، البقية هي أحزاب هامشية ليس لها أي قيمة، ولكن لإعطائها زخم أنها 6 أحزاب وأن المعارضة كلها توحدت في كيان يعني كبير وشكلت ما يسمى حلف المعارضة، هذا الكلام الهدف منه ما هو كان. طبعا بالمناسبة هذا الاجتماع الذي تم هو الاجتماع الخامس صحيح. نعم، واستضافته رئيسة الحزب الجيد مرال أكشلر التي عليها علامة استفهام كبيرة في أنها هي ربما داعم غير معلن لجماعة فتح الله جولن، ولكن هي تتخذ من ستار القومية التركية كشعار لها بديل عن الحركة القومية بقيادة دولة باتشالي حليف الحزب العدالة والتنمية. ماذا رشح عن هذا الاجتماع؟ نعم، شيئان. الهدف الأول يقول نريد العودة إلى النظام البرلماني. طب ما يا عمي، طب الشعب التركي صوت في استفتاء شهر 4/2017 إلى النظام الرئاسي، فلماذا العودة للنظام البرلماني؟ النظام البرلماني ليس ديداً الدول القوية، أمريكا نظامها رئاسي، روسيا نظامها رئاسي، فرنسا نظامها رئاسي، الدول العظمى أنظمتها رئاسية. أما النظام البرلماني فالنظام البرلماني هو من أجل أن يكون هناك السماح لتدخل الدول في دعمها للأحزاب التي تشكل الحكومات. النظام الرئاسي البرلمان لا يشكل الحكومة، البرلمان يصادق على
تشكيل الحكومة الذي يشكلها الرئيس، وبالتالي الانتخابات في النظام الرئاسي تنتخب الرئيس، الشعب ينتخب الرئيس، الرئيس يختار الحكومة وينتخب البرلمان. نعم. فصل كامل بين السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية. البرلمان جهة تشريعية فقط، لا يمكن أن يكون عضو في البرلمان ووزير، بينما النظام البرلماني نعم ممكن. نعم. يكون هنالك خلط، البرلمان هو نظام تشريعي، النظام البرلماني البرلمان هو تشريعي، ولكن من ضمنه يتم انتخاب الحكومة التي تحكم، وبالتالي يصير هنالك تناقضات. انطوت هذه الصفحة، ماذا يقولون في هذا الاجتماع؟ علينا النقطة الثانية، نسقط أردوغان، يجب إسقاط أردوغان. إذن العودة إلى نظام برلماني بين قوسين يسمونه قوي أو معزز أو مقوي، ونقطة الثانية كيفية إسقاط أردوغان. فبالتالي نجد إذا ما أردنا أن نخوض في التفاصيل بعض التفاصيل، أن هذه الأحزاب الستة، هذه الأحزاب كلها إلى الآن هي عبارة عن أحزاب متناقضة، أحزاب هي تعيش في حالة متباينة من التناقضات، منها ما هو فكري، منها ما هو تناقض أيديولوجي، منها ما هو تناقض قومي. يعني ونحن نعلم أيضا بأن هذه الأحزاب الستة هنالك ما يقال 6+1، الحزب الداعم الخفي من تحت الطاولة هو الحزب الكردي. نعم. هو الحزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي هو يعتبر داعم أساسي للمنظمة الإرهابية PKK أو الذراع السياسي لها. نعم. وبالتالي نعم، كيف يجتمع كل من الشعب الجمهوري مع الحزب الإسلامي السعادة، مع الحزب القومي حزب الجيد، مع حزب الأحزاب المنشقة من حزب عدالة والتنمية حزب المستقبل. والحزب الآخر الدواء، وأيضا مع الحزب الديمقراطي. لا تناغم، لا تنسيق، لا إمكانية أن يكون هنالك توافق حقيقي، وإنما تشتت. هو اتفاق على معارضة حزب العدالة والتنمية. يا سيدي، قاعدة تقول دائما البناء أصعب من الهدم. عندما تريد أن تبني فأنت بحاجة إلى كوادر، وبحاجة إلى تخطيط، وبحاجة إلى مهندسين لكي تبني، لكن الهدم أسهل. الهدم إنسان واحد أو إنسانان يأتون بشيء ويقوم بهدم كل ما تبنيه، فترة زمنية أقصر. هؤلاء نظامهم هو نظام الهدم، العودة إلى الوراء. لا يوجد فعلا لهم أجندة حقيقية للتطوير تركيا إلى مراتب أفضل، إلى الارتقاء بتركيا. لا عندهم خطة، ما في برنامج سياسي يقول لك نجعل تركيا من أقوى 5 دول في العالم، أو لا يوجد أي برنامج. دكتور، هل يعني عدا عن موضوع الانتقال إلى نظام برلماني كما ذكرت، الشعب نفسه اختار نظام رئاسي قبل سنوات، عدا عن ذلك هل هناك بعد 5 اجتماعات أي اجتماع على الأقل على موضوع مرشح؟ رأينا كيف يكرر الرئيس رجب طيب أردوغان في كل لقاء أعلن مرشحك أو أعلن ترشحك لكليتشدار أغلو، هل هناك أي حديث عن مرشحين حتى الآن في تحالف؟ لم ولن يكون هنالك إعطاء أي معلومات عن هذا المرشح، لأنهم لا يوجد توافق على هذا المرشح. ولكن كل ما يسمى كل التحليلات وكل المؤشرات تقول بأنه لن يكون إلا كليتشدار أغلو. كمال كليتشدار أغلو هو زعيم أكبر حزب معارضة. نعم. في تركيا، وهو الحزب المعارضة الأول. كمال كليتشدار أغلو نجح بامتياز على مدى 15 استحقاق انتخابي أن يفشل فيها، ولا يحقق أي المركز الأول. المفروض أن يستقيل، لا هو لم يستقيل. لذلك نحن دائما نستبشر خيرا إذا ما تم ترشيح كمال كليتشدار أغلو في كمرشح عن تحالف المعارضة. سيسهل المهمة على أردوغان، وسيسهل المهمة على حزب عدالة والتنمية. ماذا عن بعض الأسماء، أكرم داود إمام أغلو أو منصور يواش رئيس بلدية أنقرة، كأسماء قد تكون أكثر قبولا عند الشارع التركي من كليتشدار أغلو؟ يا سيدي، يجب أن نسترجع إلى الوراء طبيعة كمال كليتشدار أغلو. كمال جرب هذه الورقة وقام بترشيح محرم إنجا في انتخابات 2014، ومحرم إنجا كان محبوب نوعا ما، ولديه كاريزما وحملة انتخابية، ونجح أن يحصل على 30%. نعم. أمام الرئيس أردوغان الذي حصل على 52%. نعم. ولكن حزب الشعب الجمهوري حصل على 25%. يعني محرم إنجا
حصل على أكثر من أصوات حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كلاشينكوف. نعم. ومع ذلك ماذا الذي حصل؟ تم إقصاؤه من الحزب، تم إخراجه من الحزب. يعني كمال كلاشينكوف لا يمكن أن وجده منافس له طبعا إقصاؤه. الآن كما الآن محرم إنجا أسس حزب آخر الآن. لذلك هو يعارض، يعني كلاشينكوف هو أكثر معارضين لترشيح أكرم أو منصور يواش، في حين البقية يحاولون أن طبعا هو لن يتم ترشيح أي مرشح لرئاسة الجمهورية التركية إلا بعد موافقة كمال كلاشينكوف. لماذا؟ لأنه هو رئيس أكبر حزب معارضة، 25% من تقريبا أصوات الناخبين البالغين 33 مليون إلى 35 مليون في حال كانت المشاركة ب 50% إلى عدد الأصوات الناخبين 52 مليون. نعم. ولكن إذا ما كانت المشاركة 60% تتكلم عن 33 مليون أو 35 مليون، فنصفهم عفوا ربعهم الشعب الجمهوري 25%. نعم. هو حصل على هذه الأصوات. هو لن يسمح كمال كلاشينكوف أن يأتيه منافس هو تحت إمرته أو تحت سيطرته. هو الذي جعل من أكرم إماموغلو ورئيسا لمدينة اسطنبول، هذا واحد. نعم. ولكن أكرم إمامولو في حد ذاته هو ليس فقط مشروعا داخليا، هو مشروع إقليمي. صحيح. أكرم إمامولو هو الآن يتم التركيز عليه مستقبلا ليس الآن، وبالتالي لديه تحضير معين. أما رئيس مدينة أنقرة فأيضا لديه ليس لديه القبول الكامل من ضمن أعضاء الحزب الشعب الجمهوري. كمال كلاشينكوف يا سيدي هو لا يبحث عن الكفاءات وعلى من يريد فعلا أن يفيد البلد، هو يريد أن يبحث عمن إذا ما خسر يحمله الخسارة. وهذا هنا التحدي، يريد أو ولا يريد، يريد ولا يستطيع. لذلك سنبقى ننتظر ترشيح هذا التحالف المعارضة إلى ما قبل الانتخابات، إلى آخر يوم فترة زمنية 45 يوم قبل الانتخابات. وهذا مع الأسف يدل على أن المعارضة فشلت قبل أن تبدأ في أن يكون هناك بديل قوي يستطيع أن يقود تركيا داخليا وخارجيا ويستطيع أن ينافس ويرتقي فيها في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ولا أحد يستطيع أن يقول بأن هناك أفضل من الرئيس أردوغان، وعلى الجميع أن يذهب وينتخب ويصوت الرئيس أردوغان والحزب عدالة وتنمية إذا ما أرد مصلحة تركيا. وأعني هنا الأخوة الذين تجنسوا من العرب وغيرهم في تركيا. الماضي. دكتور يوسف، وصلنا إلى ختام الحلقة. دائما ملف الانتخابات سيكون سريع ونبقى دائما معه على تواصل. أشكرك على هذه الإضاءات ونلقاكم إن شاء الله ربما الأسبوع المقبل، سيكون هناك عطلة العيد وكل عام وأنتم بخير. نلقاكم بعد في حلقة بعد العيد بإذن الله وانتهاء عطلة العيد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.